مدينة رودانت مدينة صغيرة وهاد أكد تواجد بجنوب المملكة، لكن هدوء المدينة ما غيدومش لمدة طويلة، بحيث غتعرف إيقاف خلية إرهابية نائمة كانت كتحاول القيام بأعمال تخريبية. يوسف من بين الأشخاص اللي تم إيقافهم بسبب تورطهم مع هاد الخلية. هاد الأخير كان كيمتهل المحاماة بعد ما حصل على الإجازة في الحقوق قانون خاص، لكن درايته الكبيرة بالقانون ما منعتوش من الوقوع بفخ عمر أستاذ الفلسفة بالمدينة والمعروف بنهجه المبادئ السلفية الجهادية. تفاصيل أكثر على القضية وكيفاش غتغير حياة يوسف بالكامل. هادية.